يسمعها في رغبة ونهامة وإجلال، ويحب إحياءها ونشرها ومذاكرتها. وكان ابن أخيه المحدث الكبير الشيخ محمد زكريا الكندهلوي صاحب أواخر المسالك إلى موطأ الإمام مالك، ألف كتابا متوسطا في أردو في أخبار الصحابة، سماه حكايات الصحابة، وسر به الشيخ سرورا عظيما، وألزم المشتغلين بالدعوة والرحلات في سبيلها مطالعة هذا الكتاب ومدارسته، وكان ولا يزال من أهم الكتب المقررة للدعاة والمتطوعين، ومن الكتب التي نالت قبولا عظيما.